فيوم، ابتديتوا في فيوم، بعد كده هتروحوا فين؟ وبرضو اللي بيشوفنا دلوقتي وبيتفرج علينا وحابب يتواصل مع المبادره، يتواصل معاكم ازاي؟ يعني قنوات الاتصال معاكم ازاي؟ انتوا بتنزلوا طبعا شغل ميداني، بتروحوا الكوره وتزوروها، لكن اللي حابب هو اللي يروح لكم، يروح لكم ازاي؟ تمام. وايه اللي بعد الفيوم؟ ان شاء الله احنا مستهدفين السنه دي 10 محافظات، 5 وجه دلتا وجه بحري و5 وجه ابلي، يعني هنغطي من الصعيد من تحت لفوق، وبرضه الدلتا نفس النظام. احنا دلوقتي بدانا في الفيوم، بعد كده انتقلنا للبحيره، وبعد كده طبعا البحيره عشان محافظه كبيره جدا، فاحنا طبعا ما نقدرش ان احنا نغطيها في مره واحده او مره واحده في الاسبوع، بالعكس احنا هننزلها 4 مرات كمان. بدانا دلوقتي بالبحيره في منطقه ابو حمص، وبعد كده دخلنا على منطقه الرحمنيه، اللي هي طبعا بنستهدف المناطق اللي هي طبعا بتقدر تتجمع كذا مركز مع بعض. وبعد كده دخلنا في المنوفيه، غطينا فيها مركزين، مركز منوف ومركز وسنا، والحمد لله احنا دلوقتي المرحله الجايه ان شاء الله نبدا ننزل الاقصر، وباذن الله ان شاء الله برضو في الخطه برضو حلايب وشلاتين واسيوط والميميا، وبرضو عندنا الشرقيه، بحيث ان احنا في كل سنه، احنا طبعا البروجكت لمده 3 سنين، مشروع مده 3 سنين ان شاء الله، احتمال برضو يزيد عن كده. فاحنا طبعا مستهدفين ما فيش قريه في مصر مش هتتغطى باذن الله، واللي حسينا ان المنطقه برضو عددها كبير جدا ننزل تاني ما فيش مشكله. احنا يعني اللي عايز يجي لكم يعني طب ايوه الجزء الثاني ده مهم جدا. كويس، احنا عندنا صفحه على الفيسبوك باسم اناك فنانه للتواصل معانا، وعندنا برضو ارقام التليفونات مؤسسه صناع خير بحيث ان نقدر يتواصلوا معاهم. تمام، واحنا مجالنا في المقطم، واحنا الارقام هتنزل لحضراتكم بحيث ان احنا دايما متابعين معانا.